خبر عاجل ومهم، وزارة التجارة تعلن وصول باخرتين محملتين بالرز التايلندي للمياه الأقليمية لحساب السلة الغذائية. أعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة يوم الثلاثاء عن وصول الباخرتين أم في غراي ولونا أم في أن بي أي بروسبيرتي إلى منطقة الإدلاء في المياه الإقليمية، تحمل كل منهما 41.5 طنا من مادة الرز التايلندي لصالح السلة الغذائية. ونقل بيان المكتب الإعلامي للوزارة عن مدير عام الشركة المهندس لما هاشم الموسوي إلى قيام فحصي المختبر في أم قصر بالتعاون مع ملاكات قسم السيطرة النوعية بسحب النماذج الأولية لغرض إجراء الفحص الفيزيائي الأولي عليها، ومن ثم إرسالها إلى المختبر المركزي العائد للشركة بغداد لإجراء الفحوصات المختبرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحية المادة للاستهلاك البشري. وأضاف البيان أنه بعد ظهور نتائج الفحص بصلاحية الرز، يتم توزيع تلك المادة على المواقع والفروع التابعة للشركة في بغداد والمحافظات وفقا للخطة التسويقية التي يعدها قسم التسويق لغرض تجهيزها ضمن الحصص المقررة للمواطنين في مفردات السلة الغذائية. انتهى الخبر. تحياتي الإعلامي علي الدلوي.